ازيكم عاملين ايه؟ بص في فكرة واحدة بس، هي مش فكرة، هي جملة كده يقول لك ايه اخ منكم انتوا يا بتوع السياسة. والله دايما يتقال كده لمين؟ دايما يتقال الكلام ده دايما للناس اللي هي ايه النواب، مجلس النواب، مجلس الشيوخ، زي ما يقول لك يا بتوع او بتوع اه منكم يا بتوع السياسة، مش عارف ليه دايما تتقال. بس غالبا بسبب انه اي حد في الدنيا بيشتغل سياسة عادة لا يفصح عن كل شيء، وإنما يكتفي بالإفصاح عن بعض، بل قل قليل جدا النظر القليل من الأمور. ده تكتشفه دايما لما تبقى قاعد في وسط زمايلك. بس مش ده موضوعنا على الإطلاق. خلوني الأول أرحب بضيوفي الأعزاء، سيادة النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منور. أهلا بيك. إيه الأخبار؟ كل تمام؟ سيادة النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منور. أهلا وسهلا. واضح إنها كانت جلسة طويلة حامية الوطيس زي ما بيتقال، استمرت لما أنا حفظت من حضراتكم، إحنا كنا نعرف إنها تبدأ من الساعة 12، فضلت مستمرة لحد الساعة 8 مساء. يعني إحنا بنتكلم في جلسة 8 ساعات. أول سؤال ليه؟ لكذا سبب الحقيقة. يعني أولا لأهمية الموضوع، احنا بنتكلم على موضوع بيمس كل مواطن مصري، ما فيش بيت في مصر ما فيهوش طالب في منظومة التعليم سواء كان ما قبل الجامعي أو الجامعي. صحيح. الأمر الثاني مهم جدا، وثمان ساعات لأن كان في حرص شديد من إدارة الحوار الوطني على سماع كل مشارك وكل حاضر في الجلسة يرغب في الإدلاء بدل كل من طلب الكلمة. كل من طلب الكلمة حصل عليها، لدرجة أنه مقرر الجلسة سأل فيه أي حد تاني محتاج يقول أي حاجة. فالحقيقة كان في حرص شديد على السماع لكل وجهات النظر. فده كان أدى إلى يعني كل عدد الساعات اللي احنا حضرناها. ده برضو مرة تانية بيأكد على أهمية الموضوع، لأن احنا قدام ممارسة مهمة جدا في وجهة نظري، ألا وهي اهتمام رأس الدولة المصرية بملف التعليم وتوجيه مباشر لمجلس الوزراء بإحالة القانون للحوار الوطني بجلساته لإثراء النقاش والخروج بأفضل صورة ليه. وده اللي دعا إدارة الحوار الوطني إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة هذا يعني مشروع القانون والاستماع إلى كل الآراء المختلفة من أحزاب سياسية ومجتمع مدني وعمداء كليات ورؤساء جامعات. الحقيقة كانت مناقشة ثرية جدا. عظيم جدا. طيب أكمل بك، ناس كتير قاعدة عمالة بتفكر هو يعني ايه المجلس الاعلى للتعليم؟ طبعا ناس كتير دي معناها انه هيبقى فيه اكتر من اتجاه، في اتجاه هيبقى شايف المجلس الاعلى للتعليم ده باعتباره مهدد لآليات الجهاز التنفيذي واوضاعه، والبعض الاخر يبقى مش فاهم ومتشكك، والبعض التالت هيبدأ يدخل فيما قد يطلق عليه احيانا الهبد او الفتي الى اخره. خلينا نفهم ايه هو المجلس؟ عايز ايه؟ هو الحقيقة أن مشروع المجلس أو فلسفة إنشاؤه هي توحيد السياسات العامة للتعليم في مصر والوصول إلى سياسات تعليمية تسهم في تلبية متطلبات سوق العمل. حلو. إذن ده هدف استراتيجي يجي من تحتيه بقى أكتر من 12 بند. بنتكلم على تحليل قواعد البيانات، استخدام الأساليب الجديدة في التقييم وخلافه. الحقيقة أن المجلس فلسفته فلسفة جيدة جدا. يمكن النهاردة دار في الجلسة حديث عن جودة المشروع، مشروع القانون هل يلبي الفلسفة دي؟ هيقدر ينجح بالتشكيل أو بالصياغة الموجودة؟ ويمكن كان في سجال كبير جدا من النواب اللي كانوا موجودين، وحتى الدكتور ضياء رشوان تدخل والدكتور ومستشار محمود فوزي على فكرة التشريع. طب لو عدلنا الحاجات المتوافقة مع الدستور، هل نعمله مجلس قومي تبع المجالس القومية ولا نعمله هيئة مستقلة وهيئة رقابية؟ فكان في ديبيت في القصة دي. الحقيقة ان الخبراء معظمهم راح لفكرة ان احنا لازم الاول نحط الاستراتيجية بتاعت التعليم ونحاول نحط مشروع قومي للتعليم، ويمكن ده فلسفة احالته للحوار الوطني. لو احنا رجعنا لتأسيس 30 يونيو، دولة 30 يونيو، احنا خلصنا من مرحلة المؤسسات، كل المؤسسات تم بنائها، استقرار دستوري وتشريعي. اظن ان احنا الان في مرحلة بناء المشروعات الوطنية للهوية المصرية الجديدة واولها التعليم. عشان كده الرئيس يمكن ادى الفرصة
في حوار مجتمعي كبير ان يتناقش موضوع المجلس، لان المجلس ده هيعيد هيكلة مشروع التعليم في مصر. ويمكن حتى زميل النائب علاء النهارده في كلمته كان حريص على فكرة ان واحنا بنتكلم نخلي بالنا ان احنا عايزين تعليم متواكب مع التكنولوجيا، مش بنتكلم على قواعد تعليمية قديمة ما تتهدش لما وزير يمشي، احنا عايزين استراتيجية وطنية للتعليم. اظن ان احنا رايحين في هذا الاتجاه، ويمكن حصل توافق كبير جدا النهارده، يمكن شبه اجماع على ضرورة الموافقة على هذا المجلس وانشائه. الاختلافات كلها كانت اختلافات في الصياغات القانونية، في تشكيل هل التنفيذيين يبقوا موجودين ولا نشتغل بالخبراء اكتر، الموارد المالية بتاعته. يمكن احنا كنا بنتكلم، واحنا كان لنا الشرف النهاردة كأعضاء تنسيقية ان احنا كان عندنا 5 كلمات النهاردة من مختلف الايديولوجيات، وكلنا كل واحد فينا كان بيتكلم من منطلق مختلف. يمكن احنا النهاردة كنا بنتكلم ان المجلس ده لازم يبقى برئاسة السيد رئيس الجمهورية. ده انا كنت لسه هقول لك انا عايزه، انا يوسف المواطن ولا مجلس نواب ولا موزير ولا انا عايزه برئاسه الرئيس. انا اقترحت لك كده النهارده لكن ما كنت معايا. خد بالك انت قلت لي 5 كلمات للتنسيقيه، يعني هم يا دوب 20 دقيقه من 8 ساعات كامله. بس احنا كنا واضحين ان احنا كنا عندنا توصيات واضحه وصريحه، وفي نفس الوقت كان عندنا مبرراتنا لهذه التعديلات. يعني استخدمنا خبراتنا في التشريع في كأعضاء مجلس نواب أو شيوخ إن احنا نقدم مبررات للتعديل، وربطه كمان بفلسفة مشروع القانون. حلو جدا. هنا أرجع لعلاء بيه، وإيه هي التعديلات المقترحة من قبل التنسيقية؟ الحقيقة احنا كنا حريصين بمجرد الإعلان عن مشروع القانون ان احنا نجتمع كنواب من مجلسي النواب والشيوخ المختصين بالتعليم، وناقشنا القانون مع بعض. الحقيقة كانت في جلسة رائعة جدا، وركزنا في مناقشة القانون على فلسفته، لان احنا هنا ضروري جدا نكون حريصين على الحفاظ على دور مجلسي النواب والشيوخ في مناقشة القانون بند بند واقراره في شكله النهائي. والأهم كان وضع الفلسفة العامة اللي تساعد المشرع على صياغة مواد وبنود للقانون تحقق زي ما معالي النائب أكمل نجاتي قال تحقق الهدف من إنشاء هذا المجلس. احنا ركزنا بصراحة على فكرة انه كتير طلبنا ان يكون فيه كيان بهذا الشكل يضع سياسات عامة موحدة واستراتيجية وطنية للتعليم بكل أشكاله ومراحله وأنواعه في مصر، لانه احنا على مدار عقود الحقيقه بنتكلم في جزء منعزل ما بين تعليم ما قبل جامعي وجامعي وحتى ازهري وتعليم خاص وتكنولوجي وانواع كتيره جدا. يمكن اتفقنا كنواب تنسيقيه على فكره الضروره يكون الاستراتيجيه الوطنيه اللي بتوضع تكون الحقيقه بتحقق عدد من الخصائص او الاهداف. اولا تحقق فكره الاستدامه زي ما كان معالي النائب بيقول انه بصرف النظر عن تغيير المقاعد، بصرف النظر عن تغيير الوزراء، الدوله المصريه لديها استراتيجيه للتعليم هي مستمره، ودور وزاره التربيه والتعليم، دور وزاره التعليم العالي هو تنفيذ هذه الاستراتيجيه والسياسات وتحويلها الى اجراءات وخطط وبرامج. ده رقم واحد. رقم اثنين كان ضروري جدا تحقق الفاعليه، لانه احنا مش بنتكلم على تعليم من اجل التعليم، احنا بنتكلم تعليم من اجل تخريج منتج بجوده عاليه عنده القدره على المنافسه محليا واقليميا ويكون اكتسب الجدارات والمهارات اللازمه لذلك، وبالتالي ضروري نقيس فعاليه هذه الاستراتيجيه طول فتره تنفيذها. النقطه الاخيره وهي فكره التكامل، لان النهارده الاستراتيجيه الوطنيه يمكن في مشروع القانون في الماده 6 منه بيتكلم على اكثر من 8 مجالس عليا، القانون هنا كان بيلزمها بشكل أو بآخر بتنفيذ السياسات الصادرة عن المجلس، وبالتالي احنا عندنا مجالس عليا للجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجية والأزهرية وما قبل الجامعي، عدد كبير جدا من الوزارات والمجالس العليا والهيئات المختلفة ضروري يحصل تكامل ما بينهم، الاستراتيجية تكون بتساهم في ده وبتضع إطار محكم لتكامل هذه المؤسسات مرة تانية علشان ما نبقاش شغالين في جزر منعزل. دي كانت الفلسفة الكبيرة علشان نخرج في الآخر بسد الفجوة ما بين متطلبات سوق العمل محليا ودوليا والمنتج اللي خارج من منظومة التعليم. يمكن لو دخلنا في مستوى تفصيلي أكتر كانت التعديلات باختلاف حتى إحنا كنواب كان في ناس مع التشكيل الموسع اللي يتمثل فيه الجهاز التنفيذي ممثل فيه الوزراء، وفي ناس كانت مع التمثيل المرن اللي يساعد على أنه يحصل اجتماعات بالفعل. إن إحنا بنشوف
مجالس عليا بتشكل من وزراء بيصعب اجتماعهم لأنه انشغال السادة الوزراء، انشغال معالي رئيس الوزراء، فده كان بيصعب الحقيقة على المجالس إنشاء أو عقد اجتماعات الحقيقة قد تكون مهمة ودوريتها مهمة. وبالتالي كنا بنشوف أنه ضروري يكون في أو يتمتع هذا المجلس بالمرونة اللي تساعده على تنفيذ مهامه والاعتماد على الخبراء بشكل كبير، لأنه الطرح ده كان بيعتمد على فكرة فصل صانع السياسات عن منفذ السياسات. دي الحقيقة مبدأ مهم جدا في الحوكمة كنا بالنادي بيه بداية تطبيقه في المؤسسات الدولة. وده أهم ما في العملية التعليمية، صحيح. أنه اللي هيضع الاستراتيجي أو اللي هيحط الرؤية مش هو اللي بينفذها، صحيح. ده هو هيحط الرؤية وهيتابع شكل التنفيذ إيه، صحيح. لأنه عادة إذا كانت الرؤية والتنفيذ في نفس الجهة وارد جدا أن التنفيذ طول الوقت يتحجج بعدم تنفيذ الرؤية أو الاستراتيجية دي بخمس تلاف سبب يعني. طيب هنا يمكن علشان أكمل بيها الحاجة مهمة قوي اللي هي احنا بنتكلم على ثقافة وهوية مصرية، أول جزء أو أول حلقة من حلقاتها تأتي دائما من داخل العملية التعليمية. العيال يدوب أول ما هيبدأ يتكلم دخل المدرسة. أنا هنا بيبقى في عندي دايما الحقيقة سؤال، بما أن احنا بنتكلم على مسألة الثقافة والهوية وارتباطها بالنظم التعليمية، طب أنا النظام التعليمي اللي عندي فيه شكل تعددية ثقافية خوف، تعالوا نقعد نعد مع بعض. عندي التعليم الميري العادي مملوك للدولة، وعندي التعليم مش هقول لك الخاص ولا حاجة هعتبره زيه لأنه هيدرس نفس المناهج، لكن عندي التعليم ما يطلق عليه تعليم المدارس الدولية اللي هي واخدة ترخيص بتاع تدريس المنهج الأمريكي أو الفرنسي أو الألماني، ده اللي موجودين عندنا في مصر، صح؟ وعندي نوع تاني من المدارس الدولية المملوكة لحكومتها على الأراضي المصرية، وبالمناسبة دي ليها نفس النظام التعليمي ظاهريا إلا أنه مثلا هي لا تدرس بأي حال من الأحوال مثلا تاريخ مصر، لا تدرس اللغة العربية، لا تدرس الدين. وبالتالي في عندي عيال المدارس المملوكة للحكومات الأجنبية، الحكومة الفرنسية على سبيل المثال، لا أما ما بيدرسوش ده، فالعيال بتبقى لو انت مش أب بيجتهد مع أولاده العيال دي أجانب وش يعني. طيب وعندي المدارس اللي ممكن أصفها بأنها زي المدارس الأزهرية، هي تدرس بثقافة هي أقرب للثقافة الدينية الإسلامية، وبالتالي أنا أصبح في عندي كده تقريبا خمس ثقافات موجودة بترسيخ لخمس هويات موجودة جوه النظام التعليمي. أنا هعمل إيه؟ بتكلم بأمانة هعمل يعني المجلس ده هيحللي الإشكالية دي ولا لا، وهل ده تم مناقشته ولا لا جوه الجلسة؟ هو النهاردة كان في نقاشات موسعة من التربويين بالذات على الموضوع ده وعلى بعض الناس المهتمين بعلم الاجتماع والهوية. الحقيقة ان احنا برضو عشان كده احنا بنقول ان المجلس ده مهم، لان انا لما وحد السياسات واقدر اشوف المنتج اللي انا عايز اخرجه ومتطلبات سوق العمل، انا اظن ان انا هقدر ارسم خط التعليم ماشي ازاي في مصر. ويمكن ده هياخد فترة طويلة عشان برضو نبقى شفافين مع الناس وبنتكلم صح. وضع الاستراتيجية دي والتخطيط ليها ممكن يخلص في سنة سنتين، لكن عشان اقدر انفذه في سياسات التعليم عشان يحصل في تغيير هو عملية طويلة الامد شويتين. فعشان برضو بس هي زي ما يعني زي ما اتقال زمان، هي فترة طويلة لكن هي قصيرة في عمر الأمة طبعا. لكن احنا اظن ان النهاردة كان في هدف رئيسي ان السياسات تبقى واضحة ويبقى عندنا خط بيلتزم بالهوية المصرية الوطنية. يمكن ده كان خط كبير جدا الناس اتكلمت فيه حتى في التعليم الجامعي، حتى في التعليم ما قبل الجامعي، ويمكن حتى النهاردة الناس كانت بتطالب مثلا ان الكنيسة لازم تكون ممثلة في هذا المجلس علشان في مدارس راهبات، فاحنا برضو لازم نراعي ده. التعدد ده هو قوة مصر، عشان برضو نبقى يعني بنتكلم وانا عارف ان انت مهتم بالملف ده. التعددية اللي عندنا دي في ثقافتنا المختلفة هي دي قوة شعبنا وهي قوة ثقافتنا وهويتنا. لكن الحقيقة احنا عايزين نظم تعليمية يتحط فيها اقدر اقول لك الثوابت الوطنيه وجذور الهويه المصريه، ثم نتحدث عن تعليم جيد يقدر يطلع ثروه بشريه حقيقيه، اقدر بعد فتره هذه الثروه البشريه تبقى ثروه بشريه منتجه،
مضرة للدخل، بتساعد في الاقتصاد الوطني، ممكن يبقى عندي تصدير عمالة لأن أنا هطلع مستوى تعليم جيد. ده اللي احنا بنفكر فيه بشكل جدي دلوقتي في هذا المجلس. ويمكن احنا النهاردة واحنا بنتكلم كان عندنا طرح طرحناه النهاردة، فكرة ان احنا لازم نقيس الأثر التشريعي لكل المجالس اللي أنشئت وما زالت سارية. لأن في مجلس أعلى الجامعات مثلا، وفي المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي، دول عملوا ايه؟ نتجوا عن ايه؟ طلعوا افكار ايه؟ نجحوا في مهمتهم ولا لا؟ هل احنا هنشتغل بمؤشرات قياس؟ معدلات النجاح. معدلات النجاح، هل عندنا مؤشرات قياس؟ هل عندنا قياس للأثر الاجتماعي اللي عمله هذه المجالس؟ هل المجالس دي اختصاصاتها هتتضارب مع اختصاصات هذا المجلس؟ هنضطر نفكهم ونلغيهم ولا يبقوا مكملين؟ العملية دي عملية كبيرة جدا. احنا بس في دباجة هذا القانون تحدثنا عن 4 قوانين و4 قرارات رئاسية، دول بينظموا 8 جهات بتتكلم عن التعليم. واحنا النهاردة في المناقشات اكتشفنا ان في ما يخرج من 9 جهات اخرى غير 8. فحضرتك شايف شبكة التعقيدات اللي موجودة عشان تقدر تطلع استراتيجية وطنية. اظن ان احنا محتاجين كل خبير مصري وطني في التعليم وفي الهوية وفي علم الاجتماع، لازم كل الخبراء دول يكونوا موجودين. يمكن ده كان أحد الأطروحات النهاردة إن احنا نزود عدد الخبراء. القانون بيقول 8، مشروع القانون بيقول 8، في بعض الناس قالت النهاردة 18، خليهم كلهم خبراء لأن الاستراتيجية لما تتحط نقدر بعد كده التنفيذيين يقدروا يطلعوا منها سياسات تحافظ على كل اللي احنا اتكلمنا فيه، الهوية، التعدد، وفي نفس الوقت مستوى تعليم يكافئ التعليم الأجنبي الخارجي. طب أنا أظن ما هروح لفاصل، بس هقول لكم على حاجتين من وجهة نظري ممكن يساعدونا في المناقشة بعد الفاصل. حاجة منهم الدكتور طه حسين أول واحد اتكلم على ده في مستقبل الثقافة، ولما اتكلم على ده والمجلس ده هو شال منه الجهاز التنفيذي خالص، بل بالعكس وصل ان الجهاز التنفيذي ما يبقالوش أي علاقة بهذا المجلس. صحيح. لأنه أنا عايز مجلس يضع رؤية على حد كلام دكتور طه حسين رحمه الله عليه، وانه وزاره المعارف وقتها هتنفذ هذه الرؤيه. فيبقى هنا السؤال، هل نحتاج الى ان احنا نفعل رؤيه دكتور طه حسين؟ في النهايه خالص دكتور طه حسين كتب ده في النصف الاول من القرن العشرين، وارد مش تقليلا من حجم هذا العظيم، بل بالعكس اللي انا بشوفه ان هو سابق يجي 900 سنة لقدام، يعني طبعا. مش 50-60 سنة، ده 900 سنة لقدام، ده حاجة تانية خالص دكتور طه حسين. ده دي نقطة. النقطة التانية، أنا من الناس زي ما كنا بنتكلم، حتى أنا كنت مشارك حظي حلو يعني في جلسة الثقافة والهوية، أنا من الناس اللي بتبقى فخورة جدا بأن أنا في عندي مزيج ثقافي جوه مصر، وده سر العظمة بتاعتي. ولكن أنا من الناس اللي عندها أزمة حقيقية في الانفصال الثقافي اللي أدى إلى شكل من أشكال الانفصالات الطبقية والتعالي الطبقي ما بين الناس وبعضها. الأمريكان كلهم بيتعلموا نفس التعليم، يعني دونالد ترامب هو اتعلم نفس التعليم بتاع أي حد من الوايت تراش إذا كان اتعلم. الفرق الكبير ممكن يبقى في أنه هو كان في مدرسة قريبة من أو جوه منهاتن جنب فيفث أفينو، فدي مدرسة ناس أغنية بس، لكن هو بياخد نفس المناهج. الامريكان عارفين بعض برغم انهم مجتمع مهجر. امال انا اللي مش مجتمع مهجر الاقي ناس عيال اشوفهم في النادي بيتكلموا انجليزي بس؟ يا اختي حلاوه. اشوف عيال بتتكلم فرنساوي بس؟ ايه البقلاوه دي بقى؟ وبعدين الاقي ناس، وانا قلت الكلام ده، الاقي ناس بتتعامل على انه انا في مدرسه كذا فده معناه ان انا من طبقه، وانا في مدرسه كذا ابقى من طبقه تانية. عشان ايه برضو يعني؟ اللي انا يهمني مش دلوقتي القصه بتاعت التقريب بتاع الفروق الطبقيه، سيبنا من دي، دي قضيتي اللي ممكن اعيش واموت بيها وما بتتحققش، لكن على الاقل الفرق في العقل. انا عايز الناس تبقى شبه بعض ولا تتعالى على بعض، ويبقى فاهمين ان هم ابناء نفس ذات المجتمع، فلا فضل على من انترناشونال على الواد اللي في المدرسه الميري يعني. انا طولت بس هنروح للفصل ونرجع نكمل الكلام. ده انا لو
حكيت على تجربتي في مدرسة ولادي ده أنا هقول بلاوي والله العظيم، بس مش دي الموضوع، دي هبقى احكيها للسفير بقى بتاع مدرسة يعني بتاع الحكومة المالكة لمدرسة ولادي. آه والله والله لازبطهم على القبلة وبالقانون. طيب أنا طرحت اللي بيجول في ذهني كمواطن عادي جدا قبل حتى ما ابقى أب وكده، أنا اكتشفت إن أنا بعد كام سنة ممكن أبقى جدا. المهم يعني العمر بيجري وعايز أخد رأيكم في هذا الطرح وكيفية تفعيله، إن أنا أخلق أنماط تعليمية لا تشجع على أي شكل من أشكال التعالي الطبقي، وانسوا إن أنا ماركسي، أنا مواطن شايف إنه الناس كلها زي بعض. بس نبدأ الأول بعلاء باشا. طيب يعني الحقيقة سؤال في غاية الصعوبة، صعوبة لأنه مركب للغاية، احنا مش بنتكلم بس على منظومة التعليم، وإن كانت دي أحد المكونات المتأثرة بشكل الفروقات الطبقية. ولكن هي متأثرة بشكل كبير وأصبحت أحد الأدوات اللي بتم استخدامها في التمييز ما بين طبقات وبعضها. للأسف. وهنا الحقيقة تيجي أهمية المجلس، لأن احنا النهاردة بصرف النظر عن نظام التعليم، بصرف النظر عن غالي متوسط رخيص، ولكن الطالب المصري بعد 14 سنة من تعليم أساسي لغاية الثانوية العامة ضروري جدا يكون عنده حد أدنى من الثقافة، الهوية، العلوم، الكذا. اللي هيقول الكلام ده هو المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، وبالتالي على كافة الأنماط وكافة الأنظمة العاملة داخل دولة جمهورية مصر العربية عليها الالتزام بده، وليها بقى إن تزيد من المواد، تزيد من الأنشطة، تزيد من الفعاليات وهكذا. أنا بتصور إنه ده مع الوقت، يمكن زي ما علي النائب قال يعني ده بياخد وقت، ولكن النتيجة النهائية مش عايز أقول تنميط أو توحيد، ولكن أنت ضمنت بشكل أو بآخر يكون عندك الأساس، البنية أو اللبنة اللي بتبنيها في كل طفل مصري موجود في نظام التعليم المصري باختلاف مرة تانية أنواعه. أنت النهاردة إيه المخرج اللي أنت متوقعه من نظام التعليم؟ ده سؤال مهم جدا. هل المخرج ده بنقدر نحصل عليه من المدارس الحكومية؟ محتاجين نحط على سكيل رقم من 10، نقدر نجيب 3 من 10 5 من 10 معيار، ومع المعيار اروح حاطط طريقه التقييم، احط مسطره بالظبط. ضروري جدا، لانه المسطره دي هتقول لي نظام التعليم ده متوسط، جيد، سيء، محتاج تعديلات وتدخلات بالشكل الفلاني. وخلينا برضو نتكلم على حاجه، احنا بنتكلم على منظومه التعليم هي في طبيعتها متشابكه، احنا بنتكلم على طالب جاي من بيئات وخلفيات مختلفة، صح. بنتكلم على معلم أو أستاذ جاي من بيئات وطبقات مختلفة وعليه ضغوطات مالية واجتماعية طبعا كبيرة جدا، قد تعوق في بعض الأحيان من أداء مهمته بالشكل الأكمل. بنتكلم على مناهج، محتوى، احنا بنحط إيه في أذهان أولادنا الحقيقة في بعض الأحيان بتساهم في الحقيقة ذكرته قبل فاصل. النقطة الأخيرة البنية التحتية، أنا النهاردة لما حضرتك تبقى في مدارس فيها حد أقصى 20 طالب، وفي المقابل في مدارس لضعف البنية التحتية ولقلتها عندي الفصل الواحد بيتجاوز 120 طالب. فهنا الحقيقة أحد النقاط اللي اتذكرت النهاردة هي التكافؤ في الفرص في المنتج التعليمي اللي بيحصل عليه أي طالب موجود على الأرض المصرية. محتاجين نكون قصاد منظومة التعليم، ونتوقع أن ده يكون المخرج من المجلس، أولا بيضمن ديمقراطية التعليم، بيضمن أنه عندنا فرصة للتطوير والتحسين والتقييم وبيضمن تكافؤ الفرص لكافة المواطنين الموجودين في مصر، إن عندهم نفس الفرصة في الحصول على الحد الأدنى من التعليم والتأهيل اللي يقدر أي طالب يبقى، مش هقول بشكل كامل، ولكن بشكل متوسط لديه الإمكانات والجدارات اللي تساعده على اختراق سوق العمل. في مستويات أكتر ممكن تستزيد منها في العلوم والمعرفة فليكن، هنا ممكن تبقى رجعة إلى كل ولي أمر ولكل أسرة، ولكن على الدولة المصرية ضمان الحد الأدنى من هذه المعرفة. حلو قوي، هنا هرجع لسيادة النائب أكمل على مسألة هل نفعل أو هل نفكر في مسألة أن البناء التشريعي بتاع هذا المجلس يكون ضامن لعدم وجود ممثلين عن الجهاز التنفيذي، يعني ممثلي الوزارتين الكبيرتين المسؤولين عن وزارة التعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي، ويظل هذا المجلس من مجموعة من كبار الخبرات والاستشاريين وإلى آخره لوضع السياسات والاستراتيجيات، والجهاز التنفيذي يبقى منفصل عنه؟ خلينا، أنا يعني متبني هذا الفكرة،
هذه الفكرة، وندي مثلا المجلس الاستشاري للتعليم اللي كان تبع السيد رئيس الجمهورية ما كانش فيه تنفيذيين الخاص بالتعليم، وكان كله خبراء، وأظن أن نتج عنه تجربة نتفق أو نختلف عليها لكن ليها أثر وليها كان ليها منهجية، ويمكن القياس عليها ويمكن تقييمها ونشوف مردودها. فإذا فكرة وجود الخبراء في هذا المجلس فقط أظن أنه هو شيء مهم جدا، وزي ما احنا قلنا في البداية إذا كان طبعا برئاسة السيد رئيس الجمهورية، فإذا احنا هنا هنحط قول الخبراء مع سلطة الرئيس في توجيه الجهاز التنفيذي بتنفيذ هذه السياسات. أظن أن احنا لو اشتغلنا بالمنطق ده هينتج عندنا كل ما نتحدث عليه من أول الحلقة، ويمكن اللي عدنا نتكلم عليه النهاردة 8 ساعات، كل الأفكار اللي احنا بنحلم بيها للتعليم في مصر أظن أنها هتتحقق، لأن احنا عندنا خبراء وعندنا باور، عندنا سلطة تستطيع أنها تمارس حقها الدستوري بتوجيه الحكومة أو باقتراح حتى مقترحات مشروعات قوانين. ممكن حتى المجلس كمان فيه يعني من أحد بنوده أو مهامه الاطلاع على مشروعات القوانين اللي بتقدم للتعليم وإبداء الرأي فيها. أظن برضو ده هيبقى زي ما النهاردة كان في حوار مجتمعي، أظن هيبقى في حوار مجتمعي داخل هذا المجلس دائم على القوانين ومردوداتها. أنا مش تخوفي من التنفيذيين الحقيقة، أنا ما زلت خوفي من المجالس العليا الأخرى المتعلقة بالتعليم والمتنوعة، واللي هي مفترض أنها هي هتنفذ توصيات هذا أو يعني سياسات هذا المجلس. أظن أن احنا محتاجين نفك البيئة التشريعية المتشابكة، ممكن ده هيبقى دور منوط بمجلس الشيوخ في قياس أثر تشريعي، ثم في مجلس النواب في إصدار قوانين موحدة. احنا محتاجين كمان يبقى عندنا سياسة تشريعية جديدة في فكرة القوانين الموحدة، يبقى عندنا قانون موحد للتعليم، عندي قانون موحد للتعليم الفني. مش عايزين كمان زائد الخبراء، احنا النهاردة كنا بنتكلم على ان لازم يكون في ممثل للمعلمين، نقيب المعلمين لازم يكون موجود، وده يتواكب مع إحياء نقابة المعلمين، ولازم نشوف إيه المشاكل اللي بتقابلها عشان ترجع تأدي دورها، لأن المعلم هو حجر الزاوية بالذات في التعليم ما قبل الجامعة. لا بيه في النهاية خلص برضه، ما هو المعلم محطوط تحت ثقل ضخم طبعا جدا اسمه الفلوس. طبعا عشان كده برضه احنا النهاردة كنا بنتكلم على إن لازم يكون في ممثلين في هذا المجلس عن شركاء التنمية، إما شركاء التنمية المحلية زي اتحاد الصناعات، لان اتحاد الصناعات قدر بقصه نجاح في التعليم الفني ان يبقى فيه رجال اعمال قدروا يعملوا شراكه مع الحكومه في مدارس فنيه تكنولوجيه وناجحه، ويمكن دي اللي بتغير دلوقتي، بتساعد مع الدوله في تغيير المنظور الثقافي عند المواطن البسيط مزبوط للتعليم الفني. صح. كمان عندنا جهات تمويل موجوده في مصر أجنبية واخدة تصريح أنها تعمل على الأراضي المصرية تقدر تساعد معنا في دعم العملية التعليمية. فأنا أظن أن احنا الخبراء مع شركاء التنمية المحلية والأجنبية أظن أن احنا يبقى عندنا مجلس متكامل، يعني كل اللي هيبقى عليه بس ننتج سياسات حقيقية متكاملة، ونزيل من قدامه كل المعوقات التشريعية والتنفيذية. بترأس الرئيس لهذا المجلس آمين يا رب العالمين. ثقن التنفيذيين هيمشوا زي الفل، من الآخر هي بلدنا كده. بس الرئيس وتحديدا الرئيس عبد الفتاح السيسي تحديدا، بل يكاد يكون هو بالذات الوحيد اللي ضامن لهذا المسار، الضامن للتنفيذ، الضامن للشفافية، الضامن ان كل حاجة هتمشي عدل كده وفي خط مستقيم. ولنا في المجلس الأعلى للاستثمار أسوة، ولنا في مجالس أسوة. والله ربنا يدي له الصحة، رب ما يزهقش مننا. أنا عايز أشكركم جدا، شكرا جدا سيادة النائب علاء مصطفى، نورتنا وشرفتنا. سيادة النائب أكمل نجاتي، نورتنا وشرفتنا. مبسوط جدا جدا بالمناسبة أنا قابلتكم، ده بجد يعني من قلبي، مش بس الكلام اللي بيتقال عادة في البرامج. وخلفني فضفضت معكم كلمتين على الأزمات اللي بشوفها باعتباري مواطن وولي أمر. شكرا جدا لحضراتكم يا جماعة، ثواني هكون موجود معاكم. كريم ولا رجائي النهاردة؟ ها رجائي، ابننا رجائي كريم. كريم وصل الحمد لله على السلامة يا كيم، وداخل حالا معاك كورة وبرنامجه رقم 10. أما احنا لو كان لنا العمر نقابلكم إن شاء الله يوم السبت وبرنامجكم التاسعة. سلامات.